يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استفتى أحد القضاة الكبار المعروفين في مسألة طلاق في الحيض، فأفتى بعدم الوقوع، فأبى أولياء الزوجة إلا استفتاء المفتي العام، فأوقع سماحته الطلاق وأصدر بذلك صك، فهل يحق لهم الرجوع للفتوى الأولى إذا تراضوا على ذلك؟ يعني يوم ما أصلحت له فتوى المفتي يرجع له، هذا لعاب هذا. نعم.